واصل في تونس نشوف انقطاع للماء يدوم لأسابيع في بعض في بعض المناطق، نشوف في احتجاجات في غلق الطرقات، هذوما ردة فعل المواطنين جراء الوضع هذايا. نعرف الماء الصالح للشراب وأهميته خاصة خلال فصل الصيف اللي فات، انك تقص على مواطن الماء جمعة ما عادش ينجم فلا يطاوق، ما عادش ينجم يصبر أكثر، لأنه الماء مهم جدا هو في كل الأيامات، ما خاصة في الصيف. يقول لك ثم مواطنين دخلوا معايا يقول لك أنا الماء دوش نسيناه في الدار، ما تعطينا نشربوا، عطينا نغسلوا المعون، عطينا شوية مع ما يدور في الدار، هذيك هو شنو طالبين. تم تغيير الرئيس المدير العام للسوناد، لكن هل ذلك هو الحل اليوم حتى أنه تتحل مشكلة الماء في تونس؟ شنو هي الحلول اللي يجب أنه تتقدم؟ نعرفوا أن وزارة الفلاحة زادة اتخذ جملة من الإجراءات، لكن على ما يبدو أنه ما جابتش نتيجة المرجوة. نحكي في الموضوع مع الخبير في التنمية وتصرف الموارد المائية سيد حسين الرحيلي. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مع خير وتحية لكم وإلى كل المستمعات ومستمعي إذاعة ديوان فام. شكرا، يفضلك. صباح الورد. نحكي على احتجاجات، غلق طرقات، انقطاع يتواصل لأسابيع، هل الحل في تغيير الرئيس المدير العام للسونات سيد حسين؟ والله هو الإشكالية الماء، وإحنا قلنا منذ مارس وفيبري ومن سنوات رأوا إشكالية معقدة ومركبة ما عندهاش علاقة بمن على رأس السوناد أو من على رأس وزارة الفلاحة، لأنه إشكالية الماء نحن بلاد ندرة نتاع ماء، تواصل الجفاف، تحولات مناخية، حدر ماء معناها لسنوات، معناها في مجالات ما عندهاش حتى علاقة بحاجياتنا، منظومة بيروقراطية، مؤسسة عمومية معناها ترزح تحت منظومة بيروقراطية ثقيلة برشا، لدرجة أنه اليوم نلقى رواحنا كل الأعطاب كل عام جينا في الصيف، لأنه انقطاعات المتكررة بالماء، ثم المربوط بالندرة ولكن ثم المربوط بالمضخات اللي تتعطل وبالصيانة وبتأخر الصيانة. إذن هنالك مشكل حوكمة، هنالك مشكل معناها الصفقات العمومية، وبالتالي نحينا سي مصباح الهلالي وجبنا من يعوده باش يلقى نفس التركيبة القانونية، نفس الإجراءات البيروقراطية، نفس المشاكل، نفس قلة الموارد المائية، ضعف الاستثمار في الماء يخلي اليوم نعيش وضع. طبعا الفترة هذه فترة حساسة، فترة ارتفاع كبير نتاع الطلب أمام تراجع معناها مخزون السدود، لأنه كل يوم راو ينقص، كل يوم ينقص ولا والضغط يرتفع، لأنه كنا في 2.3 مليون متر كوب معناها في الأشهر العادية، اليوم نوصل إلى 3.5 مليون متر كوب باش يوقع تزويد أكثر من 14 ولاية من السدود، إضافة إلى الإجهاد الكبير للموائد المائية، الشيء اللي خلى اليوم الصناد تلتجئ في الكاف، يعني تربط الشبكة العمومية نتاعها بأبار خاصة أو بمجامع مائية، وهذا دليل واضح على أن هنالك ضعف إمكانيات كبيرة وتأخر كبير في الحوكمة والتصرف والصيانة وبرمجة التدخلات من الشتاء. ما نجموش نبرمجوا تدخلات ونفيقوا بأعطاب معناها في شهر ماي وجواء، والشيء اليوم اللي صاير أنه مع ارتفاع درجات الحرارة انقطاع الماء يسبب توتر كبير وضغط كبير على السكان، معناها نتصور أنه الاحتجاجات معقولة، لكن كل عام نقوله باش نتفادوا هالإشكاليات هذه نرجع إلى نفس الموضوع. ليش؟ لأني موضوع مزمن، موضوع بيروقراطية، وموضوع معناها مربوط بالهيكلة نتاع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اللي ما زالت تخضع لهيكل تنظيمي من عام 1968. معناها مشكل قوانين اليوم، لابد من تغيير القوانين، تغيير الهيكلة ساعة، إعادة النظر في الاستثمار في الماء باعتبار الصناد مش عطار يبيع في الماء، هذه مسؤولية الدولة معناها، ومن ميزانية الدولة يوقع دعم المؤسسة الوطنية هذه باش نجم توفر الماء بنوعية جيدة وبطريقة مستمرة وفق الإمكانات المتاحة. اليوم قلنا ما يسالش نضغطوا من 29 مارس ونقصوا الماء من 6 إلى 9، لكن تبين أن التوقيت هذا غير محترم وأن الناس ما عادش عارفة الماء وقتاش يقص وقتاش يرجع، إضافة للانقطاعات الفجائية المربوطة بتأخر عمليات الصيانة والانقطاعات، وكذلك لفويت الموجودين في القنوات، لأنه عنا مع قنوات عندها 20 و25 عام نسبة الهدر فيها كبيرة برشا. القطع الماء لتوقيت معين عنده ما ينجم يجيب مردودية سيد حسين، لأنه شفنا تقريبا المواطن يستهلك 50
لتر يمشي يعبي 100 لتر في الاواني، معناتها نتصور باش استهلاك باش يكون اكثر معناتها بقطع الماء. انا مقتنع انه الانقطاع الدوري معناه تحسين صوت ابارامون انقطع، تسمع فيه؟ نعاودو نتصلوا به، فلا مانيش قاعدين نسمعوا فيه بالباهي. نحكيو على شنيا الحلول اليوم، اذا كان الوزاره قدمت جمله من المقترحات وجمله من الحلول وجمله من الاجراءات. اليوم قاعدين غيرنا من على راس السناد، لكن الماء مازال مشكلة، مازال منقطع على مناطق بأكملها، مازالت الناس تحتاج. أمس فما احتجاجات، فما غلق لطريق السيارة، الناس قاعدة تحتاج إنه الماء مش قاعد يوصل. فلا نرجع لسي حسين الرحيلي الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية. سي حسين، قلت لي أنا مقتنع اللي القطع الدوري شنو بالضبط؟ نقطة اللي كنت باش تقولها. من خلال الإحصائيات الرسمية، القطع الدوري وفر 100,000 متر كوب يومياً معناها من الماء اللي كان معناه، وهالتوفير هذايا مهم باش نحنا نجم نجابه على الأقل ندرة الماء إلى أواخر سبتمبر. لكن بالمقابل مدام الإجراء هذا ما تبعوش توعية للمواطنين أنهم ما يعبوا الماء كانوا اللي يحتاجوه وما يهدروش كمية الماء، هذا اللي خلى اليوم النتائج نتاع الإجراءات الكل معناها ما تأديش دورها كما يجب. فالصناد ربحت 100,000 لأن هي تتحكم في الضخ، ولكن كنا نجم نربح أكثر من 100,000 لكون معناها عملنا سياسة اتصالية هامة ومهمة في التوعية اليومية للمواطنين. اثنين، المشكلة اليوم ظهر أنه مش في ندرة الماء فقط، في الأعطاب اللي خلت الانقطاعات تتكرر، وهذايا مشكل مش مربوط بالماء أو بتوفر الماء من عدمه، مربوط ببنية تحتية نتاع نقل الماء وتوزيعه المتهرية، واللي يلزمها برمجة ويلزمها استثمارات كبيرة، وراو الماء هو الحياة، وراو يلزمنا نعطوه الأولوية في الاستثمار. نعطوا أولوية الاستثمار في القنوات الرئيسية وقنوات إيصال الماء والتعاهد والصيانة والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، أعطتنا إمكانيات لمراقبة الشبكات، من نجمو أطون ريال نجمو نفيقوا بالبان. إذن اليوم إعادة تهيئة الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه تهيئة كاملة بطريقة أنه على المستوى القانوني، المستوى المؤسساتي، المستوى لا مركزية. اليوم سوناد المديرين الجهويين في الجهات ما عندهم حتى دور من خلال الأورغانيغرام، وبالتالي هما يبعثوا إلا المشاكل إلى الإدارات المركزية ولديبارتمون سونترو لا أكثر ولا أقل. والماء خدمة ما يسمى بسيرفيس دافوزيناج، خدمة القرب، أنه المواطن اليوم معناها يلزمه مسؤول قريب ليه، بتوقع مشكلة معناها يوقع الحل محلي. نحن الهيكل التنظيمي والمؤسساتي للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه ما زال معناها من عام 1868 من كانوا التوانسة ما يفوتوش 4 مليون ساكن. واضح جدا. 1968 مش 1800 هكا ولا 1968. فوالا شكرا لك. على يفضلك الصحة، وشكرا على كل التوضيحات، وشكرا على المقترحات. الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية سيد حسين الرحيلي، شكرا لك. احنا نوصل معكم لقانا لحداش و17 دقيقة على موجاتنا. بربي النداءات متاع الماء في الفويت متاع الماء، نداء يوصلنا توا فويت في حي الوفاة طريق المطار في صفاقس، فويت قاعد متواصل، الماء عنده مقصوص زادة 15 يوم من الحفارة للساقية. على هذوما دو ريكلاماسيون يجيونا في المباشر. الفويت في حي الوفاة في طريق المطار عنده مدة وهو مازال متواصل، والماء مقصوص عنده 15 يوم من الحفارة للساقية. هذوما النداءات نتاع المواطنين حسب في المباشر. مرحبا بكم الناس الكل 11 18.